اختبر كبار القبيلة رجولة هؤلاء الفتية بإجبارهم على وضع أياديهم في قفازات، وأخبروهم أن إثبات رجولتهم أهم من الحياة. فماذا فعل أبناء الساتير ماوي؟ في أي مكان في العالم يسعد الشباب بأعمارهم ودخولهم مرحلة عمرية، سيكون كل واحد فيهم قادراً على الكسب والبحث عن شريكة العمر. لكن الذي يحدث في قبيلة الساتيري أمر آخر، لأن أي شاب من أبناء تلك القبيلة سيكون عليه الالتزام إجبارياً على الدخول في أصعب اختبار لإثبات رجولته. حقوق جميع الشباب في تلك القبيلة والحصول على الفتاة الجميلة التي ستكون شريكة العمر لن يتم أبداً دون الموافقة على دخول اختبار الرجولة مهما حدث من أزمات صحية. هذا الاختبار تعتبره القبيلة سمعتها وشرفها الذي تحول إلى فرض على كل من يعيش فيها. تفاصيل اختبار الرجولة تصير يومياً وعلى مرأى ومسمع من كل أبناء قبيلة الساتيري ماوي في أمريكا الجنوبية، تحديداً في البرازيل، حيث يعيش السكان الأصليون ويؤمنون بأنه لن تكون لهم مكانة سوى بتقديم أبنائهم من الشباب وتحميلهم المسؤولية، حيث أن حياتهم في غابات الأمازون تضطرهم إلى مواجهة صعاب لا تكفي أن يكون من يدخلها ذكراً، بل يجب أن يكون رجلاً حتى يتحمل المسؤولية. لكن ثمن الحصول على لقب رجل لدى أبناء الساتير ماوي سيكون باهظاً. بمجرد وصول الشاب إلى هذه المرحلة العمرية يخضع لعملية فحص ظاهرية دقيقة لبنيته الجسمانية للتأكد من قدرته على مواجهة الأخطار وتكوين عائلة جديدة. لكن هذا الفحص لدى زعماء القبيلة ليس كافياً، حيث تكلف مجموعة من أبناء القبيلة بالإشراف على اختبار الرجولة أمام الناس. يذهب الفريق إلى واد معروف لدى أبناء القبيلة ويعمل على جمع نوع معين من النمل يسمى بالنمل الرصاص. تبدأ عملية جمع النمل ووضعه في قفازات مخصصة لاختبار الرجولة. تلك القفازات تكفي لإدخال أيدي المختبرين فيه، وتوضع تلك الكمية من النمل الرصاص بعد رشها بمسحوق يضمن السيطرة عليها بشكل مؤقت. الأهم هو الحفاظ على حياة النمل جيداً، لأن المطلوب أن يعود النمل إلى وعيه في الوقت المحدد لاختبار رجولة الشاب. يضع الشاب يديه في القفازين اللذين يضمان أشد أنواع النمل قسوة، وعليه أن يتحمل 1000 لدغة يلدغه إياها نمل الرصاص الموضوع في القفازات. بعض الشباب أثناء هذا الاختبار تعلو أصواتهم كما لو كانوا يطلبون نجدة، يعلمون تماماً أنها لن تصل. لكن البعض يكتم معاناته، خصوصاً في حال وجود الجميلة التي يرغب في الارتباط بها من بين فتيات القبيلة، والتي لا يليق بأن ترى شريك عمرها المستقبلي في حالة معاناة. قد يتسبب ذلك الاختبار في أزمات صحية للشباب، لكن الأشد قسوة أن هذا الاختبار يدخله الشاب 20 مرة في سبيل الحصول على لقب رجل أمام أبناء القبيلة أولاً والفتاة التي يحبها ثانياً. وبعد انتهاء الاختبار يجلس الشاب الحاصل على لقب رجل للاحتفال ليلة كاملة بذلك في غرفة مليئة بالنمل.